توا معنا سي مالك الزواري يمثل مؤسسة مابل محمود. مرحبا بك سي مالك. عايشك. عندك انطباعاتك على الصالون لو مازال على الاول؟ ان شاء الله تو مبشر خير ان شاء الله. تو حاليا معناتها كبدايه نهار الخميس تو فهمت ان شاء الله بحول الله ثم الاقبال. ثم الاقبال على السلع وثم البليونات معناتها الحمد لله قاسين تسرع على السلع وعالشواء. ان شاء الله عندنا حاجه جديده. عندك جديد؟ عندنا جديد فهمت سواء في الشامبر كوشي سواء في السيجور سواء في الصالون فهمت عندنا حوايج جديده وان شاء الله نقولوا ربي يبعث القسم واحنا بحول الله معناتها عاملين بروموسيون مزيانه برشا. يحبوا جديد ويحبوا زاد السعر. عاملين بروموسيون مزيانه برشا. ايوا تخفيض. بالطبيعه. حوايج مزيانه واسعار معقوله زاد وربي يبعث لنا القسم ان شاء الله. ترى ورينا عندك شي حاجه جديده ورينا جديد جديد. جديد عندك كيما هكا الصالون هذه جديد اخر ما خرج. ديجا معناتها اول كعبه مثال خدمناها. فهمت؟ هذه هكا عندنا في السيجور زاد فهمت الموديل هذاك الموديل هذا تروى موديل في السيجور عندنا في الشامبر كوشي زاد بريسك موديلات كلهم جدد فهمت سالامونجي زاد كيف كيف كل المهم توعد الزائرين والكليونات نتاعكم باسعار مناسبه مشكله اسعار السوق البر لا 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 ثم فرق كبير ثم فرق كبير ياسر بين في الشروع فهمت وفي لان نعملوا بروموسيون مزيانه برشا يا سيدي ربي نجح يعيشك يا سيدي يعيشك يا سيدي يعيشك